معنا من واشنطن المستشار القانوني والرسول السابق في إدارة بيل كلينتون السيد لاني ديفيس. أهلا بك معنا سيد لاني. إلى أي درجة اليوم تعتقد أن هذه التحركات تجاه ترامب كما يقول هي قد تكون استخدام غير مسبوق للقضاء بوجهه، وكما يقول الجمهوريون لمنعه من أن يكون رئيسا قادما للولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا سأسألك سؤالا، لكن أود أن أشكرك على الدعوة واحترامي الكامل لكم وللقيادة الإماراتية، وكنا قد استضفناه للحديث في جامعتنا قبل سنوات، وأود أن أجيب عن سؤالك. الأمر يتعلق بشيء واحد، كنت مستشارا للرئيس بيل كلينتون، وعلى مر السنوات كذلك كنت مستشارا للرئيس بوش. الآن كل الناس في الإمارات والعالم العربي وأن يعرفوا أن لدينا شيء اسمه مساءلة، وهذا ينطبق على الجميع، على الرئيس وعلي وعلى كل المواطنين الأمريكيين. ترامب بريء إلى أن تثبت إدانته بدون شك، لكنه مسؤول أمام القانون. هذا جوابي. سيد لاني، الآن هنالك إجراءات أمنية مكثفة في محيط المحكمة، هنالك حالة من الترقب لهذه المحاكمة غير المسبوقة، هل حقيقة ستحدد مصير ترامب القادم أم أن ما يتعلق بالحملات الانتخابية بالترشح حال كان هو مرشح الحزب الجمهوري لا علاقة له بكل هذه الخطوات الإجرائية التي تحدث الآن؟ أولا هناك أمن شبيه بما حدث في يناير 2021 عندما قرر ترامب ألا يتخذ أي إجراء عندما حدث تمرد على نتائج الانتخابات. اليوم سيكون هناك سلام ولا شيء له علاقة بالسياسة، حتى مع وجود الحملات الانتخابية فإن الأمر الآن في واشنطن يتعلق بسيادة القانون، والجميع هو مسؤول أمام القانون، وهذا ينطبق على ترامب، وبالتالي سيكون هناك بسط للأمن حتى يكون هناك تطبيق لسيادة القانون. تطبيق لسيادة القانون، هذه نقطة مفهومة سيد أهلاني، ولكن الآن الجدل هو في توقيت هذه المحاكمة، وهو ما يدعم حتى رواية الجمهوريين ودفعات ترامب إنها للتأثير والتشويش عليه قبيل الانتخابات القادمة. كيف تجد حتى موقف مايك بنس الذي أصبح واضحا جدا في هذه المرحلة؟ كيف يفهم وكيف يفسر؟ السيد بنس يقول الحقيقة وهو شجاع جدا. هو قال إن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية طلب منه أن يكذب ويقلب نتائج الحقائق، وبينس قال إن ترامب طلب منه أن يتجاهل النتائج ويقلبها لمصلحة ترامب. وسيد بينس كان نائبا للرئيس، وهو قال له لن أفعل ذلك وأنا سأحترم الدستور، وترامب قال له أنت صادق أكثر من اللازم. وهذه كلمات ترامب ليست مني وإنما من مايك بينس الجمهوري وأنا الديمقراطي. وبينس عارض ترامب حينها وقال إنه يتمسك بحفظ سيادة القانون وبالدستور، وقال له ترامب أنت صادق أكثر من اللازم. هذا يعني أن هذا أخذ وقتا طويلا قبل أن تظهر الحقيقة، ولا علاقة ولكن الأمر اسمح بالسياسة. لي بالمقاطعة، لماذا أخذ وقتا طويلا لتبلور هذا الموقف الواضح؟ أليس الكسب الشعبي قد يكون أيضا دافعا وراء هذه التصريحات التي يقول الجميع ويكرر أنها واضحة جدا الآن على الأقل؟ So this,
هيئة محلفة من 18 اسمها هيئة محلفين كبرى، وما صدر هو لائحة اتهام، والتوقيت منذ 3 سنوات كان هناك عمل على جمع الأدلة لتوجيه اتهامات خطيرة لترامب بسبب ما فعله ومحاولاته لقلب النتائج الانتخابية، وبالتالي هذا تطلب وقتا، والعدالة مستقلة في أمريكا، ولذلك أخذ الأمر وقتا طويلا. ولو أني كنت أقصد موقف مايك بنس تحديدا، ولكن دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى. الآن الفريق القانوني لدونالد ترامب يقول إنه يقاوم أن تكون هذه المحاكمة سريعة جدا، وأنه يحتاج إلى وقت لتنظيم دفعاته عن ترامب. هل المتوقع محاكمة سريعة أم أن الوقت سيكون اقترب حتى من الانتخابات القادمة؟ هناك موضوعان. بالنسبة لما قاله مايك بينس، هو تصريح كان قد حدث قبل اجتماع هيئة المحلفين، لأنه كان يقال حينها إن أي كذب يجعل صاحبه يدخل إلى السجن، وحينها مايك بينس قال إنه لن يخضع للضغوط وإنه سيقول الحقيقة، وقال ذلك في شهادته. وترامب كما قلت عاتبه ولامه حينما كان نائبا للرئيس. بالنسبة للتوقيت، يمكنني القول إن أولئك الذين يوجهون التهم السياسية هم لا يتعاطون مع الحقائق، والآن هم في حالة نكران ولا يقبلون أي اتهام، والقانون سيطبق، وذلك على كل للأطراف هيئة المحلفين، ومع ذلك ويبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته. من واشنطن المستشار القانوني والمسؤول السابق في إدارة بيل كلينتون السيد لاني ديفيس، شكرا جزيلا لك سيد لاني على كل هذه الإيضاحات. أشكرك.